السلام عليكم ورحمة الله، من العايدين الفايزين، وكل عام وأنتم بخير، أعادها الله علينا وعليكم باليمن والبركات. حبيت أذكركم، بعض الناس ينتقد رسائل المعايدة اللي تجي. يا أخي، فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا معناته أي واحد يسلم عليك أو يعايد عليك، رد التحية ورد السلام عليه. لا تقول هذا ثقيل طينة وهذا لزقة وهذا بلشة وهذا بيطلب سلف ومن الحتي، لا يضحك عليك الشيطان ويحلمك الأجر. النصيحة الثانية، ضحاياكم حاولوا تقطعون قطع صغيرة حتى يستفيد منها الناس، إذا كانت كبيرة بلشوبها. الضحايا ميب عزايم الضيوف، يعني قطعوها شيء صغير مزمزوا عليها انبسطوا واستمتعوا بها، لا تحط الضحية كلها ولا جنب وش كبره ما يشيلها رجالين يبلشون الرجاجيل ما يوكل ولا يحزنون، لا زبط الموضوع. بعض الناس إلى من ذبح ضحيته طبخها كاملة وعزم الناس وخلى العملية رسمية على غيرنا، يعني هاي ضحية ذبحها ذبحها، حس إنه ما نن على الناس بها وبتوجب فيهم، ومثل اللي يقول ردوا لي العزيمة ثانية أكرمتكم. الأولين يقولون لا صار عشاك ما أكل اعزم عليه بس لا تسويها فيلم ومسرحية. الأضاحي عادة تكون جزلة وضخمة في طبخة وتقديمها للناس بالكامل ما يخليهم يأكلون منها زين. أخيرا، إذا ما كنت فنان في الشوي رجاء لا تبربس العيشة، لأن اللحم يحتاج إلى مواد لتطريته وتتبيلات خاصة، إذا ما تعرفها جيب لعيالك شاورما. سلام عليكم.